حنحكي اليوم بالتويتر عن شغلتين، اللست والمومنتس. حنبلش نحكي ان شاء الله عن اللست. اذا انت موجود بالهوم بيج بهالمنيو في اوبشنز، لو شفتهم من ضمنهم حتلاقي في اوبشن اللست او القوائم. القوائم بتويتر فكرتها انه انا ممكن اعمل قائمة اضيف عليها اشخاص، الهدف منها اشوف الابديتس او التويتس تبعت هذول الاشخاص. اوكي، سو اذا دخلت على اللست رح تلاقي انا موجودة بصفحة اسمها لست، هون يوزر نيم لإلي. اوكي، في عندي 3 تابس: owned, subscribed and member. owned اللست يلي انا عملتهم، انا بملكهم. subscribed اللست يلي انا عاملة سبسكرايب عليهم، يعني انا مشتركة بهاي اللست. اوكي، member اللست اللي انا member فيهم، يعني اشخاص ضافوني لهاي اللست. اوكي، سو حتى يصير الموضوع واضح رح اجرب اعمل معكم from scratch new list ونشوف شو بستفيد منها وباقي التفاصيل. create new list بطلب منها، بطلب منك الاسم، مثلا نسميها March 2020 مثلا. description you can، هذا description وصف اي شيء بدك اياه. طبعا عدد الكاركترز هون 25 وهون معنا 100. هلا بيهمني كتير انه في option انه نخليها private او لا، رح نشوف شو بيفرق ال private list عن ال public list. مبدئيا ما رح احطها private. okay next search people. so الفكرة انه ال list قلنا الهدف نضيف عليها اشخاص accounts. طيب مثلا اوكي ضفت 2 accounts على هاي ال list done. اوكي سو انا حاليا inside the list، هذا اسم ال list اللي انا قبل شوي سميته. ال description 0 members 0 subscribers. okay okay so هي الاصل 2 members. okay 0 subscribers، that's why I meant refresh حتى اشوف ليش كان ماخذها صفر. الممبرز هم الاكونتس اللي ضفتهم، انا ضفت 2 اذا لاحظتوا، فيفا وورلد كاب و account اسمه دارين. اوكي هلا رح نشوفه هاي الابديت تبعتهم، يعني هدول تويتس للاكونتس اللي انا ضفتهم، او سواء حتى يعني لو عامل ريتويت هي نفس الفكرة. اوكي كيف بدي اتأكد الممبرز؟ هلا ممكن دارين ما عندها ابديت جديدة، سو انا كيف بدي اتأكد مين موجود؟ رح اروح على edit هاي list. اوكي people في عندي members subscribers طبعا صفر. إذا فعلا زي ما قلت لكم أنا عندي 2 accounts دارين فيفا World Cup، وبأي وقت أنا بقدر أعمل remove لا account. okay طيب عدد المشتركين لهلأ هو 0 تمام. إذا لما أروح أعمل edit في أغير على الاسم، على description private أو public، في أشوف الmembers والsubscribers ما عندي حاليا. I can add people، بقدر أضيف أشخاص على هاي list، وبقدر اعمل delete لا list. اوكي نجرب الاد مرة ثانية، نضيف اشخاص. مثلا done save. اوكي اخذ save، صار عندي 3 members. اوكي طيب هلا بدي اوصلكم فكره، يعني انا ضفت هذا الاكونت لهدف I'm following Darien و I'm following FIFA World Cup. اوكي however الاكونت اللي ضفته احمد حسن الزعبي انا مش عملت له فولو، هلا عملت سيرش عليه وضفته، فاذا بستنتج انه انا الليست الممبرز اللي بضيف عليهم ممكن اكون متابعتهم وممكن ما اكون متابعتهم، ففي اضيف اي اكونت whether انا follower لإله او مش follower. اوكي اوكي سو طبعا بدي منكم شغله، سؤال جربوه عملي وخبروني النتيجه
هل بقدر أضيف accounts عاملين protection على التويتس تبعتهم للست أو لا؟ أوكي؟ فبستنى منكم جواب لهذا السؤال. So شوف شو فينا نعمل بهاي الليست كمان. هذا الأوبشن it means تعمل sharing لهاي الليست، يعني ممكن أعمل أخذ اللينك أحطه بتويت أو مباشرة أختار أوبشن التويت، وقتها رح تنزل على كأنها أبديت. أوكي، حتنزل الهوم بيج. أنا أوريدي عاملة كنت تويت لليست حاطة فيه اللينك تبعها، يعني هي زي طريقة إنه عم بعمل لإلها شير، أي حدا بحب يعمل سبسكرايب فيها أوكي أو لإلها. أوكي، سو أنا عملت هون تويت للست، هون بين انها list one member وفي الملاحظات عنها والتفاصيل. اوكي، رح ارجع شوي على list بشكل عام. اوكي، اذا مارتش عملتها قبل شوي، بأي تاب رح تكون موجودة؟ أكيد بالأوند، لأنه قلنا الأوند هي اللست اللي أنت بتملكها، أنت اللي عملتها. أوكي، وهون صاحب اللست. طب عم بنلاحظ في عندي لست موجودة من قبل في صورة اللوك جنبها، شو معنى؟ هل أنه أنا عاملة بروتكشن على التويت؟ لا طبعا، لأنه في شيء من غير. الفكرة أنه اخترتها public، كان عندنا two options public و private. شو بيفرقوا البابليك ليست عن البرايفت ليست؟ البرايفت ليست بس انت بتقدر تشوفها. اوكي، يعني اذا البابليك لا، بما انه انا عملت شير للبابليك سو اي حدا فيه يشوفها ويشترك فيها. البرايفت بما انه انت بس تشوفها، اذا ما حدا بيقدر يشترك فيها. اوكي، اذا بدي احاول اقرب لكم الفكره او الصوره. وكانه البرايفت ليست بتشبه الفيسبوك فريند ليست اللي درسناهم ب chapter Facebook. قلنا الفريند ليست هي مش الكاملة، يعني الليست اللي انت بتعملهم زي مثلا close friends family and so on. قلنا هم private بمعنى انه ما حدا بيعرف بوجودهم غيرك، ما حدا بيستفيد منهم غيرك. so بتويتر لا، في public في private. اذا اخترتها private بتصير بنفس المعنى، بس انت بتستفيد. طب اذا اخترتها public شو الفائدة منها؟ مش بس انه غيري يشوفها، اذا كانت public غيري ممكن يشترك فيها على فكرة. اوكي، واذا حدا حطيته member هو حيعرف انه member بهاي الليست. طيب كيف حيعرف انه member؟ هذا السؤال مهم. بيروح على الممبر تاب وبيلاقي الليست اللي الناس ضافوا فيها. اوكي، اذا هي مفيدة. طب شو بستفيد منها غيري لما يعمل subscribe لهاي الليست؟ فرضا انا عندي هون، رح ارجع الليست اللي اسمها مارتش. اوكي، اجيت انت وفيكم تجربوا تعملوا تست طبعا بالاكونت تبعتكم اللي عم بحكي فيه، واكونتي هو ايناس ليكتشر. اوكي، طيب ات ايناس اندرسكور ليكتشر. لو اجى حدا منكم جرب يعمل سبسكرايب لهاي الليست، حيكون عنده اوبشن سبسكرايب، شو حيستفيد؟ حيصير اي ابديت عم بنزل بهاي الليست من اي اكونت هون، اي تويت منهم رح تصير تشوفها. اوكي، وكانه انا عامله جروبينج باي اكونتس، يعني بصير اشوف الابديتس من الاكونتس يلي بهذه هاي الليست، سواء انا اللي عملتها او اللي بيشترك فيها. اذا هون تفرق عن فيسبوك، الببليك انا او غيري ممكن يستفيد منها. اوكي، طيب نرجع برضو مره ثانيه. اذا سبسكرايب نرجع نسال، في ليست اسمها نيوز، عاملها شخص اسمه رامي. انا سبسكرايب شو معنى؟ ممكن يجي بالامتحان سؤال. انا عملتها، ضافني كعضو فيها، او انا ما عاملة اشتراك بما انها موجودة بسبسكرايب سو انا فقط عاملة اشتراك. اوكي، طيب ممبر، الممبر بتفرق انه مثلا الليست اسمها MMM، عاملها شخص اسمه ميسرة، فهو كان ضايفني كممبر بهاي الليست حتى يشوف الابديتس مني.
اسم اللست اوكي الاكونت اللي عاملها قلنا 1 member 0 subscribers هاي احصائيات وهون في button شو اسمه subscribe so هل هاي اللست انا عاملتها بما انه في button اسمه subscribe so اكيد مش انا عاملتها اوكي وهون بما ان الاكونت الوحيد الممبر فحتشوف بهاي اللست كله updates مني اوكي طيب هل ممكن اشوف لست لا اكونت مثلا انا متابعة اي اكونت فرضا عندي دارين اوكي هل بقدر اشوف اللست تبعون دارين رح اروح عند المور من ضمن الاوبشنز شفنا المرة الماضية تيرن اوف تويتس مثلا في اوبشن اسمه view list لما اختاره عم بيظهروا 3 tabs بس لدارين مش لإلي اوكي owned اذا هي عندها list اسمها sports هي عاملتها subscribed هي مشتركة بلست بالصدفة هي لإلي my class هي مشتركة بلست لإلي member هي برضو member بلست انا عاملتها اوكي اذا هدول عم بيظهروا طيب لو اجيت سألتك الليست اللي اسمها my class هل هي public او private انسى صورة القفل عفرض قلت لك ممكن انا اكون شاطة الصورة اذا في قفل شوف بما انها ظهرت هي اكيد شو مالها هي public private ما بتظهر غير لصاحب الاكاونت اللي عمل هو create لها اللست غير هيك ما رح تظهر ولا باي مكان فاذا كلهم اللي عم بظهروا حاليا هم public lists اوكي رح ارجع الاكاونت تبع دارين عندي add remove some list انا كمان بقدر اتحكم اذا بدي اضيفها على list يعني هاي طريقة سريعة مش من جوا list من برا بقدر اتحكم اضيفها على اي list من هون اوكي رح ارجع على list تبعوني هدول list تبعوني مش لدارين طبعا القائمة هاي لإلك اوكي اذا باختصار list بسيطة جدا هي طريقة حتى تعمل grouping للأكاونتس اوكي وتشوف الابديتس منهم اذا هي قائمه بضيف عليها اكاونتس او اشخاص حتى اشوف الابديتس منهم هذا الشيء اللي راح يفرق الليست عن المومنت راح اروح على المول اختار مومنتس بالعربي لحظات بسموها المومنتس فكرتها بتجمع مش اكاونتس بتجمع تويتس اوكي التويتس بتتعلق بموضوع معين اوكي وتحطهم مع بعض انا عندي مومنتس قديمه هون في اشي درافت بعده ما انتشر وفي اشي published اوكي هبلش معكم برضو من الصفر رح اعمل create the new moment اوكي بطلب مني احط title test اوكي test moment add a description test description فينا نحط cover photo اوكي صورة فينا هلأ اهم شي نحط التويت شوفوا كم طريقة لإضافة التويت للمومنت عندي في 4 ways اول طريقة تويت I've liked يعني انت اذا اريد عامل لايك على تويت ممكن تختار منهم طبعا اي شي بدك تضيفه بس تختار التشيك اوكي اذا هدول انا اوريدي كنت عامل لهم لايك طيب شو كمان في طريقه ثانيه تويتس باي اكاونت يعني انا ممكن بدي اخذ تويتس انا عارفه مثلا من اكاونت الفيفا وورلد كاب فبروح بختار تويتس باي اكاونت وممكن اعمل سيرش على هالاكاونت اوكي بعمل سيرش وبختار الاكاونت والتويت تبعته او تويت سيرش يعني انا ممكن في موضوع معين بعمل هلا سيرش عليه هاشتاج او كلمه معينه واي تويت بتظهر ممكن اختار منهم واضيف تويت على المومنت تبعتي او ممكن يكون عندي لينك يعني في تويت معينه باخذ اليو ار ال تبعها وبعمل له بيست وبحطه هون وبعمل اد اذا في عندي اربع طرق لاضافه لتويت اذا فيك تختار اي طريقه بدك اياها المهم ضيف تويت هلا يا بتعمل فينش ليتر انه بتصير درافت او مش منشوره او بتعمل publish او بمعنى نشر اوكي هون اشوف اذا في شيء بيهمني
بهمني هون بس خيار إذا بدك تعمل delete للمومنت ما بدك إياها. طيب نعمل publish. اوكي سو الكفر إجباري. فيك تعمل شير لها as a tweet، ممكن cancel طبعا. طيب it was posted، نشوف كيف شكلها رح يكون. okay so this is a moment. okay الاسم او التايتل اللي حطيته، الصورة اللي اخترتها، صاحب المومنت. okay الديسكريبشن، وفي عندي هون التويتس اللي انا اوريدي ضفتهم. اوكي طيب نشوف كيف بالهوم بيج. اذا نشوف كيف المومنت كانه هيك صوره شوي بتفرق عن اللست. اوكي انا عامله هون شير او تويت لمومنت وشير للست. اوكي خليني افرجيكم، بقدر اشوف مومنتس لا account تاني مش لإلي، ولا هي حتكون private بس لإلي. okay so برضو في عندي option view moments مثلا snow 2020، في updates على أو whatever شيء بتعلق بهذا الموضوع. لو اجيت سألتكم أنا شو بستفيد من المومنت، هل فائدة لصاحب الأكاونت ولا لأشخاص تانيين؟ المومنت نفس تقريبا نفس اللست، بس بتفرق بشغلة. اللست بضيف عليها أشخاص، المومنت أنا بضيف عليها تويتس. أوكي however الفكرة أنه أنا ممكن مثلا، ما بدنا نحكي على إشي السلبي اللي هلأ صاير الكورونا مثلا، نحكي عن إشي إيجابي. مثلا أنا عندي هلأ في حدث معين رياضي، فرضا عندي الورد كاب. أوكي بعمل مومنت بسميها وورد كاب، أوكي كأس العالم، بضيف كل التويتس تتعلق اللي بشوفها وأنا انترستد فيها تتعلق بكأس العالم، بحطهم بهاي المومنت. سو أنا بصير مجرد ما بدي أشوف هاي التويتس خلص بمكان واحد، ولقدام ممكن أضيف تويتس على فكرة عليها بتصير كمرجع لإلي، او اي حدا تاني مهتم بالموضوع لما يعمل فيو مومنت بيشوف كل التويتس مرتبه بهالمكان وكلهم بيحكوا عن نفس الحدث او نفس الخبر، فهي وسيله وكانها لتنظيم التويتس. ولاحظوا شغله انه عشان اضيف تويت على المومنت مش ضروري تكون ايدي، ممكن تويت لاي اكاونت اضيفها على المومنت. اوكي هذا كان باختصار موضوع المومنت، بتمنى يكون واضح لكم.